الأوميتر لقياس المقاومة بطريقة مباشرة، ويوصل الأوميتر بين طرفي المقاومة، هو عبارة عن جلفانوميتر أضيف إليه مقاومة عيارية، وهي عبارة عن مقاومة ثابتة RC ومقاومة متغيرة RV. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوميتر يستخدم في قياس المقاومة بطريقة مباشرة، يعني بنوصل بين طرفي المقاومة. فكرة العمل طبعا هو كان عبارة عن جلفانوميتر حدث له تعديل، إذا فكرة عمله أيضا هي عزم الازدواج، طب التعديل عبارة عن ايه؟ خدنا الجلفانوميتر وعملنا له تعديل. الجلفانوميتر كان بيقيس تيار أقصاه لما اتفقنا اللي هو اي جي، بحيث لو زاد التيار عن كده بيتلف الجلفانوميتر، والمقاومة بتاعت الجلفانوميتر ار جي. تعال نشوف التعديل. التعديل ان احنا بنضيف حاجة اسمها مقاومة عيارية. تعال نشوف المقاومة العيارية عبارة عن ايه. المقاومة العيارية عبارة عن مقاومة ثابتة، طبعا بنسميها تسمى الـ RS RC مقاومة ثابتة، هي RC. ونضع أيضا مقاومة متغيرة R variable، وهي عبارة عن زيروستات كده RV. طبعا ما فيه مصدر للتيار، بنضع بطارية قطب موجب، وليكن بطارية ذات فرق جهد ثابت طبعا، وليكن مثلا 1.5 فولت، وبنوصل طرفي الأوميتر بسلكين بحيث يوصل بين المقاومة المجهولة. يعني نوضع هنا، يوضع في هذا المكان، اللي هي الار المجهولة، المقاومة المجهولة، ممكن نسميها الار، هنسميها فيما بعد بالار اكس، اللي هي قيمة المقاومة المجهولة. يبقى لما نيجي نقول بقى هنا ايه هو الاوميتر، هو عبارة عن جلفانوميتر. احنا عارفين جلفانوميتر بيقيس تيارات ضعيفة جدا، فهنعمل له تعديل، بنضيف له مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة. طبعا فاهمين وظيفة المقاومة المتغيرة قبل كده ايه؟ ان العلاقة بين المقاومة والتيار علاقة عكسية، يبقى التحكم في جدة التيار. طب ايه اهميتها لمعايرة الجهاز؟ وهنا عشان نوصل لصفر التدريج هنخلي المقاومة كبيرة جدا، تقريبا تصل الى 3000 اوم. يبقى المقاومة الثابتة دهيت تقريبا ممكن تصل الى 3000 اوم، ونستخدم تيار جلفانوميتر مقاومته وليكن مثلا الار جي 250 اوم مثلا، والار جي تقريبا يقيس في حدود 400 مايكرو امبير. طيب المقاومة المتغيرة ديت نحاول، كل المقاومات دي كلها بتساعد على معايرة الجهاز. يعني ايه معايرة الجهاز؟ يعني تدريج الجهاز بحيث نجعل المقاومة كبيرة جدا، فيكون التيار المار طبعا يقترب من الصفر، وفي حال نقدر نحدد صفر ايه التدريج. تعال نشوف اول حاجة المقاومة المتغيرة. احنا قلنا المقاومة المتغيرة فايدتها، المقاومة المتغيرة دهيت
طبعا معروف ان هي التحكم في التيار وتستخدم في معايرة الجهاز. معنى معايرة الجهاز يعني ممكن نضع عليه تدريجه اللي يبدأ من الصفر، وذلك عندما تكون مقاومة نهاية عظمى يكون التيار نهاية صغرى ويقترب من الصفر، ويكون التدريج بهذا الوضع. لما نيجي نشوف الجلفانوميتر، الجلفانوميتر كان لو قلنا التدريج بتاعه من، لو قلنا هنا مثلا كده صفر واحد اتنين تلاتة أربعة إلى آخر خمسة لغاية ما يصل، ده قراءة الجلفانومتر. طيب هيكون بقى في الحالة دي تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر أو تدريج الجلفانومتر. فهنا يبدأ هنا صفر لما كان التيار نهاية عظمى، فكانت قراءة الأوميتر صفر، يبقى ده قراءة الأوميتر تبدأ من اليمين إذا كانت قراءة شدة التيار أو الجلفانوميتر قراءتها تكون من اليسار. فهنا في الحالة ديت أول سؤال، علل تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر، علل أو أذكر السبب أو التفسير العلمي. السؤال بيقول إيه؟ تدريج الأوميتر، تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر، الأميتر أو الجلفانوميتر. الإجابة هنقول لأن شدة التيار تتناسب عكسي مع المقاومة، لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة. بعد كده بنيجي نشوف السؤال برضه، ليه بنستخدم بطارية ذات جهد ثابت؟ لازم نستخدم بطارية ذات جهد ثابت. لو قلنا اذكر السبب أو لماذا؟ يستخدم بطارية ذات جهد ثابت. الإجابة على هذا الكلام، احنا عارفين V مقارنة أوم بتساوي الآي في الآر، فعند ثبوت فرق الجهد فتكون العلاقة بين شدة التيار والمقاومة علاقة عكسية. يبقى الإجابة على هذا الكلام، حتى تكون العلاقة عكسية بين شدة التيار والمقاومة عند ثبوت فرق الجهد. علاقة عكسية بين شدة التيار والمقاومة، بين شدة التيار والمقاومة، وذلك عند ثبوت فرق الجهد اللي هو جهد البطارية. لما نيجي أيضا طريقة القانون، نحسب القانون، احنا عارفين ان في قانون اوم بيقول ايه؟ فرق الجهد بيساوي شدة التيار في المقاومة. طيب احنا عايزين نحسب المقاومة، لو خلينا الار في طرف يبقى الار، او نقدر نقول الار هنا في الحالة ديت، او نقول الاي شدة التيار بتساوي الفي
على الار، الاي بتساوي الفي على الار. طيب في الحالة ديت ار الفي اللي هي 1.5، 1.5 فولت. طب الار هنا عبارة عن كام ار؟ تعال نرجع كده الجهاز، منظر الجهاز، دول عبارة عن مجموعة ار، ار للجلفانوميتر، ار مقاومة ثابتة، ار مقاومة متغيرة، كلهم توالي. اذا نقدر نستعيض عن الار دهيت ونحط مكانها الار جلفانوميتر زائد الار الثابتة زائد الار المتغيرة جي، وقد يكون هناك ايضا مقاومة داخلية في البطارية. من هذا المنطق، من هذا القانون، من هذا القانون، هل العلاقة تكون علاقة عكسية منتظمة ام غير منتظمة؟ طبعا لما نيجي نشوف الموضوع ده هو هنلاحظ ان في اختلاف، دي صحيح المقاومة ثابتة ولكن قد تتغير القيمة المتغيرة او المقاومة المجهولة نستخدمها. اذا لو جينا نقول هنا ليه تدريج الاوميتر بيكون غير منتظم، تدريج الاوميتر، تدريج الاوميتر غير منتظم، تدريج الاوميتر غير منتظم، تدريج الاوميتر غير منتظم، الاجابة من هذا القانون، من هذا القانون، لان شدة التيار تتناسب عكسي مع مجموعة مقاومات، لان شدة التيار تتناسب عكسي، لان شدة التيار، لان شدة التيار تتناسب عكسيا، تتناسب عكسيا مع مجموعة مقاومات، مع مجموعة مقاومات. لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع مجموعة مقاومات. بعكس مين؟ بعكس الأميتر. الأميتر تدريجه منتظم. هنقول هنا الأميتر، طب ليه الأميتر تدريجه منتظم؟ إذا تدريج الأميتر منتظم زي ما قلنا قبل كده، منتظم، هنقول بهذا الشكل، لأن سيتا الزاوية التي ينحرف المؤشر تتناسب طرديا مع شدة التيار، لأن الزاوية التي يصنعها المؤشر تتناسب طرديا مع شدة التيار. إذا هيكون تدريج الأميتر منتظم بينما تدريج الأوميتر غير منتظم. تدريج الأوميتر غير منتظم لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع مجموعة مقاومات بهذا الوضع. القانون المستخدم في الحل قدامنا أبسط قانون هو ده، في بالآي بتساوي في على آر، يبقى نشيل الآر ونحط مكانها دي قيمة المقاومة بتاع الجهاز كلها. ممكن نسميها في الحالة ديت، في الوضع اللي احنا فيه، هنسمي الآي، الآي تساوي، الآي تساوي في على آر شرطة، نقصد بآر شرطة ديت مقاومة الجهاز الكلي اللي هي تشمل مين؟ تشمل الآر جي، تشمل الآر سي، تشمل الآر في، ممكن تشمل لو في مقاومة داخلية آر سمول، زائد الآر إكس اللي هي المقاومة المجهولة. نبدأ بقى بعد معاينة الجهاز نشوف المقاومة المجهولة. واحد، طب ليه يعني نجمع ده زائد ده كله جمع؟ لان ده كل المقاومات كلها توالي، والمقاومه اللي هنضيفها المجهوله، المقاومه المجهوله هتكون معاهم ايضا على التوالي. هيبقى اللي باللون الاسود ده كله معلوم، ويبقى عندنا مجهول واحد، بنضرب الطرفين في الوسطين ونطلع قيمه الار اكس. يبقى لما نيجي نعمل مقارنه كده ما بين الاميتر، في حاله الاميتر، يبقى احنا قلنا هنا في حالة الأميتر كنا استخدمنا ايه؟ حولنا الجلفانوميتر ازاي؟ في الأميتر طريقة التحويل،
ان احنا اضفنا حاجة اسمها مجزئ التيار. مجزئ التيار اللي هي عبارة عن الار اس، ودي مقاومة صغيرة جدا على التوازي. اما في حالة الفولتميتر هو عبارة عن جلفانوميتر، بس اضفنا له او التعديل اضفنا التعديل اللي ضفناه اضفنا حاجة اسمها مجزئ التيار، مضاعف الجهد. ومضاعف الجهد بنديله رمز ار ام. اما هنا في حالة الاوميتر هو برضو ايضا عبارة عن جلفانومتر، بس التعديل ان احنا ضفنا حاجة اسمها مقاومة عيارية. جلفانوميتر مقاومته 50 اوم، يعني معناها ان الار جي ب15. انحرف مؤشره، يبقى لو قلنا هنا الار جي ب50 اوم، يعني انحرف مؤشره كلمة نهاية تدريجه يعني ان اقصى تيار يقيسه لو زاد عن كده يتلف او يحترق، يعني معناها الاي جي ايضا الاي جي ب40 ملي امبير. معنى ملي نضرب في كام؟ لازم نحولها الى امبير، يبقى 10 اس سالب 3. يراد تحويله لاميتر باستخدام بطارية قوتها الدفع، يعني الفي، يبقى الفي بتساوي 1.5 فولت. طيب احسب المقاومة العيارية. احنا اتفقنا انه قانون الاوميتر جاي من قانون اوم. احنا عارفين ان الار في الحالة ديت اللي هتبقى مجهولة حسب قانون اوم، ار بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. خلاص اصبحت الامور بسيطة. اذا فرق الجهد عندنا قيمته معروفة اللي هي كام؟ 1.5 فولت. شدة التيار قيمته 40 في 10 سالب 3، يبقى نقول هنا 40 في 10 أس سالب 3. ده كله بيساوي مين؟ بيساوي المقاومات اللي هي مقاومة الجهاز اللي هنسميها في الحالة ديت مقاومة الجهاز كله. مقاومة دي اسمها مقاومة الجهاز. مقاومة الجهاز هتشمل مين؟ هتشمل الار جي اللي هي مقاومة الجلفانوميتر، وهتشمل المقاومة العيارية اللي هتبقى مجهولة اللي هي ار العيارية ار شرطة، اللي هتشمل المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة. طيب بالتعويض، اذا لو خلينا ار شرطة اللي هي المقاومة العيارية في طرف، يبقى نقسم القيمة ديت على القيمة ديت، 1.5 على 40 في 10 أس سالب 3، والار جي قيمتها موجودة اللي هي 50 بالموجب، دي 50 اهيت بالموجب، هتعدي جهة تانية بايه؟ بالسالب، سالب 50. يبقى في الحالة ديت ناتج دهيت 50، ناتج ديت 75 ناقص 50. اذا الار شرطة اللي هنسميها المقاومة العيارية هتساوي ار شرطة بالآلة الحاسبة هتطلع 25 اوم. طيب ده المطلوب الاولاني، ده المطلوب الاولاني اللي هو احسب قيمة المقاومة العيارية.
عايزين نحسب بقى قيمة المقاومة الخارجية تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع التدريج، يعني نفس الطريقة. احنا عارفين نفس الطريقة إن الـ R اللي هتشمل بقى R للجهاز زائد المقاومة المجهولة التي يجب إضافتها، وضفنا هنا هنسميها RX، وقلنا زائد ليه؟ لأن طبعا ده توالي، والتوالي بنعمل مجمع المقاومات. هتساوي عندنا فرق الجهد قيمته ثابتة زي ما اتفقنا 1.5، بس التيار المرة ده هيقل لإيه؟ للربع. طب ما التيار كان كام؟ كان 40، يبقى ممكن تقول هنا 40 في ربع، أيا كان تقول ربع 0.25 في ربع التيار. التيار كان كام؟ كان 40 في 10^3 عشان نحولها من ملي. في الحالة دي احنا طلعنا قيمة الار شرطة، طلعناها كام؟ 25. يبقى عندنا مجهول واحد كله اللزق ده كله معلوم ما عدا المجهول ار اكس. لو خلينا الار اكس في طرف هتساوي اللي هي المقاومة المجهولة، هتساوي ناتج القيمة دهيت بالآلة الحاسبة، ودي 25 بالموجب هتعدي هنا بإيه؟ بالسالب، سالب 25. طبعا بالآلة الحاسبة هيطلع ديت 250، 250 ننقص منها 25. إذن الـ RX المقاومة المجهولة التي تقلل إلى الربع هتساوي 225. أوميتر ينحرف مؤشر الربع عندما يوصل بمقاومة 300 أوم، احسب المقاومة تجعله ينحرف إلى السدس. مسألة زي دي ما جابش فرق الجهد خالص، فاحنا عارفين خدنا سؤال قبل كده ليه فرق الجهد ثابت. يبقى ممكن نقول هي لا، الطريقة دي لها أكثر من حل. دي أبسط طريقة نقدر نقول، بما أن فرق الجهد ثابت يعني فرق الجهد قبل التعديل هيساوي فرق الجهد بعد التعديل. فرق الجهد احنا عارفينه اي في ار اللي هو قبل التعديل، قبل اضافة اي شيء، بتساوي اي في ار بعد ما نضيف المقاومة. طيب تعال نحسب كده، يعني اوميتر ينحرف مؤشره الى الربع. متى يكون التيار الربع؟ متى يكون التيار الربع؟ ربع اي. يبقى بالمنطق والعقل اذا زودنا المقاومة، بس اذا زودنا المقاومه يبقى ايه؟ يعني هي مقاومته مقاومه الجهاز ار. امتى يقل التيار للربع؟ اذا ضفنا مقاومه مجهوله او في هذا الوضع الى ار اكس او ار شرطه مثلا، ودي اي ار زي ما هي. تاني احنا هنستخدم حل المسألة دي لها اكثر من قانون. نستفاد من كلمة ان فرق الجهد ثابت، يعني معناها فرق الجهد قبل اي تعديل اي اضافة بيساوي فرق الجهد بعد اي اضافة. فرق الجهد بيساوي اي في ار. طب بعد التعديل ايه اللي يحصل؟ بما ان التيار قل الربع مؤشره يقل، او ميتر ينحرف مؤشره الى ربع تدريج عندما توصل بمقاومة. يبقى اذا نقدر نقول في الحاله ديت الار جي دي اللي هي ايه؟ مجهوله، ار جلفانوميتر او ار الجهاز او نسميها ار شرطه، هتساوي عايزين نتخلص من الاربعه بالضرب الطرفين في اربعه، اضرب هنا في اربعه واضرب هنا في اربعه. ليه؟ عشان نشيل الاربعه بالاربعه والاي مع الاي لان نفس الوضع. يبقى نقول هنا اربعه ار، اربعه ار هتساوي الار زائد القيمة المقاومة اللي ضفناها اللي هي 300 عشان تقل للربع. اذا بعد معادلة ذاتها مجهول واحد في ار، مجهول واحد في ار في الحالة ديت
نقول ار بالموجب تعادلنا بالسالب بقت 3 ار هتساوي 300. يبقى الار اللي كانت بتاعه الجهاز اللي هنسميها ار الجهاز هتساوي نقسم على 3 ونقسم على 3 يبقى 100 اوم. يبقى عرفنا ار الجهاز. نرجع تاني نشوف ايضا نفس الطريقة. الفي هتساوي الفي، يعني الاي في ار هتساوي الاي في ار. المرة دي اصبحت الار دي معلومة، بس اذا ضفنا سيقول بقى ايه، احسب المقاومة التي تجعل ينحرف الى سدس تدريبه. يعني امتى يكون ده يصل الى السدس، امتى التيار ده يصل للسدس كده، اذا احنا ضفنا على المقاومة اللي كانت موجودة مقاومة مجهولة مش عارفين قيمتها كام، ار شرطة او ار اكس. طب ما دي نفس الطريقة اي في ار زي ما هي، بالقسم على اي، الاي راحت مع الاي، بالضرب في 6 بقت دي 6 ار، وهنا ار زائد ار اكس، يبقى اصبحت كلها معادلة معلومة ما عدا الار اكس. طب ما احنا جبنا الار بتاع الجهاز، جبنا ار الجهاز اللي هي كانت 100، يبقى 6 في 100 ب 600، ودي 100، يبقى المجهول عندنا المقاومة ار اكس. لو جبنا الار اكس في طرف هتساوي دي بالموجب تعدي بالسالب، يبقى 100 ناقص 600 بتساوي 500. جلفانوميتر مقاومته، طبعا ده الار جي، جلفانوميتر مقاومته يعني حرف نهايه التدريج، يبقى دي الاي جي، يبقى ده كله خاص بالجلفانوميتر. يتصل بعمود قوته الدفعه الكهربيه 1.5 فولت، يبقى ده الفي. طيب ومقاومه ثابته ار سي، مقاومه ثابته ومقاومه متغيره في بي. احسب قيمه المقاومه المتغيره. نتذكر القانون احنا عارفينه، إن عندنا مجموعة مقاومات. إيه هي مجموعة المقاومات؟ R بتاع الجلفانوميتر موجود، الـ R العيارية اللي هي بتشمل إيه؟ الـ R العيارية بتشمل الـ RC زائد الـ R variable اللي هي نسميها الـ RV، وهي دي المجهولة، الـ RV وهي مجهولة. ده كله بيساوي زي ما اتفقنا، بيساوي مجموعة الـ R بتساوي الـ I الـ V على الـ R. قانون R بتساوي V على الـ R. بس المرة دي هنا مجموعة مقاومات. ايه هي مجموعة مقاومات؟ مجموعة مقاومات الـ RG موجود، الـ RC، الـ RC، الـ RC موجود، التيار I موجود، موجود فرق الجهد، فرق الجهد 1.5 موجود. يبقى اصبحت معادلة ذات مجهول 1 في مين؟ في الـ RV اللي هي المقاومة الـ variable، المقاومة المتغيرة. الـ RG 250، الـ RC 3000. يبقى المجهول عندنا مين؟ المجهول عندنا الـ RV هتساوي فرق الجهد 1.5 وشدة التيار العظمى 400 × 10^6، لأنها بالمايكرو، مايكرو أمبير. أصبحت القيمة دهيت، نقدر نجيب الـ RV في طرف، الـ RV في طرف هتساوي ده المجهولة، هتساوي ناتج القيمة دهيت، ده تقريبا بالوضع معين، ودول بالموجب هيعدوا جهادي بالسالب، يبقى سالب 3250.
3000، جمع دي زائد دي 3050، اذا هيطلع لنا الار في بالآلة الحاسبة 500 اوم. ايضا هذا المثال عبارة عن جاب لنا رسمة، واحنا عارفين اللون الاحمر ده تدريج الاوميتر، واللون الازرق ده تدريج الاميتر، واتفقنا ان تدريج الاميتر عكس تدريج الاوميتر، فهنا بادئ من الصفر، لكن هنا بادئ الاميتر، الاوميتر بادئ من الصفر ناحية اليمين. بتلاحظ اللون الاحمر ده تدريج الاوميتر، تدريج الاوميتر لانها بالاوم، واللون الازرق، واللون الازرق تدريج الاميتر. بما ان التدريج مقسم بالتساوي، يبقى ال 500 ده هما ال 500 تقسيم 4 اللي هما 4 اجزاء، يبقى كل قسم يطلع 125 مايكرو امبير، يعني القسم ده 125 مايكرو امبير. طيب نستفاد من ده ايه؟ احنا بنقول الفي قبل التعديل هنا هيساوي الفي بعد الاضافة، يعني بعد اضافة المقاومة. الفي هنا كان التيار الكلي معلوم، التيار الكلي معلوم اللي هو 500 مايكرو، واللي كان مجهول مقاومة الجهاز كله، مقاومة الجهاز اللي هي R للجهاز. لكن لما ضفنا مقاومة مقدارها 9 كيلو، يعني معناها مقاومة الجهاز R للجهاز، ضفنا لها مقاومة مقدارها 9 كيلو، ايه اللي حصل للتيار؟ فالتيار اصبح قيمته صغيرة، اللي هي التيار اللي هي 125 ده بعد تعديل. تعال نعوض، لما ضفنا مقاومة 9، لما ضفنا مقاومة مقدارها 9 كيلو، كان التيار كان كام؟ 125 مايكرو، مايكرو يعني اضرب في 10 اس سالب 6. مقاومة الجهاز الار في الار للجهاز هي دي اللي مجهولة، ده الكلام ده لما ضفنا مقاومة مقدارها كام؟ 9. طبعا ممكن نخليها 9 كيلو وبعدين نبقى ايه، نضرب في 10 اس 3، هتساوي التيار لما كانت مفيش مقاومات خالص في الحالة ديت، كان التيار كان قيمته كبيرة 500 مايكرو، يبقى التيار ده هو 500 مايكرو، يعني 500 في 10 اس سالب 6، وهنا R بتاعت الجهاز بهذا الشكل. طبعا اصبحت معادلة ذاتها مجهول واحد بالشكل ده. نختصر، 10 سالب 6 راحت مع 10 سالب 6، فيها الواحد فيها الاربعة، لو قسمنا الطرفين على 125 بهذا الشكل. تعال نفك الاقواس، R للجهاز زائد 9 زائد 9 هتساوي 4 ديت 4 R للجهاز، اللي 4 ديت في جهاز دي بالموجب نعدها بايه؟ بالسالب، فاصبحت 3 R للجهاز هتساوي 9 كيلو، 9 كيلو بالقسمة على 3، اذا R للجهاز هتساوي 3 كيلو، يعني 3000 اوم، يبقى مقاومة الجهاز 3000 اوم. طيب تعال نحسب فرق الجهد، فرق الجهد بقت سهلة خالص، في بتساوي اي في ار. ممكن نحسبها منين؟ ممكن نحسبها من هذا الجزء فقط، هذا الجزء. مقاومة الجهاز طلعناها كام؟ طلعناها 3000 اوم، وعندنا التيار موجود، يبقى نقدر نقول فرق الجهد مجهول
الطيار كان بيقيسه هنا 500 مايكرو، 500 مايكرو يعني 500 في 10 أس سالب 6، والمقاومة كانت 3000. إذن بالآلة الحاسبة هيطلع فرق الجهد 1.5 فولت. تلاحظ الإجابة منطقية، 1.5 شيء منطقي إن احنا نستخدم بطارية مقدارها 1.5 فولت.